سيرتو كي يبدا ان كابيتان يجي قبل صحابه يكون قدوه لصحابه الكل ونحاولوا ونسي بالاكسبيريونس نحاولوا نفيدوا كيوفي انيس كيوفي الشهر هذاك علاش ما رجعتش بعد تعدينا شوية ديزون بأمور نفسية صعيبة برشا في بالي كل شهر نقول باش نرجع الثاني باش نرجع الأمور معناتها ممكن نفسية كانت صعيبة برشا وتمديت مع رولاشمون مع برشا حاجات لقيت روحي إكرتيت روحي بروحي معناتها فهمت وبورتون في الوقت هذاك قعدت مع سي عثمان جنيح كلمني عبد الحق بن شيخة وقتها في الكلوب أفريكا 2008 2007 والله زوز سي عاود رجع موضوع التراجي عن طريق بدين تلمساني اي وقت موجود في التراجي مي سي ما عرفتش نجم سي الحمد لله راهو اللي مامون نحكيك عليهم هذوما هما ردعوني اقوى في الدنيا اليوم اقوى من قبل برشا وعندي ليكسبيريونس وبقدرة ربي ما عرفتش نغلط الغلط هذوكم واليوم باش تكون قدوه تكون ليدر وباش تحاول تعطي التاش نتاعك سواء التكنيك ولا البرة ولا اي ملاعب يعرضك تحاول تعطيه السار وكل شيء باش نحاولوا نصلحوا اوكي انا ما لقيتش محظوظين من لعبيتنا اليوم ما لقاوش شكون يدز معهم وهذه حقيقه ماهوش عيب مهما يكون نقد الشارع الملاعبي اللي يحب كيما نقولوا احنا يصلح حياته راهو النقد باهي اوكي يكون نقد بناء ما تعديش على شخصيتي ما تسبنيش انقدني ميساج قول لي اخطائي واعطيني السلبيات نتاعي اما يكون النقد البناء يكون النقد اللي نجم يكون يقبله الانسان فهمت عكس اللي نشوفه فيه تو اللي هو الحق نحاولوا لو ماكسيموم من جمهورنا وشعبنا ونقولوا حتى في الكريتيك حتى في النقد نتاعكم يكون معناتها يكون معقول ويكون فني ويكون معناتها باش سواء ملاعب يقبلوا ولا مدرب يقبلوا ولا رئيس يقبلوا خاطر كي يبدا الشتم وتعدى على العائلات وتعدى على برشا حاجات اخرين تولي تقلق ما يسالش برافو يعطيك الصحه انيس نبدلوا شويه الجو نبدلوا برشا جو نمشيو للكويس الكويز دونك انيس باش نعطيك مجموعه من الاسئله جاوبني فيسع ما غير باش تخمر افضل لاعب تونسي توا افضل لاعب تونسي في البطوله التونسيه افضل لاعب تونسي اون جينيرال افضل لاعب تونسي اون جينيرال ليس صغير افضل لاعب في تاريخ تونس ما نحب نظلم حد وما نحب نقولها حتى خاطر الرموز نتاعنا برشا وما نحب نكون قاسي على حد اذا عندك جوكر استعملته ما عادش عندك حق في استعمال ميسيج عديناها توا ان شاء الله يكونوا اسهل شويه من السؤالين لاعب في بطولتنا نشوفه قادر ينجح في الاحتراف لاعب في بطولتنا ينجم نشوفه في الاحتراف في اوروبا كي نقول احتراف معناها في اوروبا باهي نقول احمد خليل نادي الافريقي اقرب لاعب ليك حسام بنينة افضل مدرب تونسي افضل مدرب تونسي برشا مدربين باهين اما بيزم نختاروا مدرب الحالي مدرب نجم زوز باهي ميساج اعطيني بون في الوقت الحالي نقول لسعد الدريدي والجامايتك شكرا خاتوي جلال القادري ثلاثه ولا باهي احسن مدرب دربت عنده خالد بن يحيى واحمد المغربي مدرب عنده فضل عليك سالي سلم علاش خاطر انا العام الاول والعام الثاني اللي كنت فيهم خايب برشا ام بيا وللعام الثالث يضرب علي ويقول لي راك باش تتحسن ونقول له شكرا سي علي ماتش ما تنساهش سينيغال انكار في رات كوب دافريك بونتو ما تنساهش بونتو ما ننساهش مباراه الترجي ضد التونسي في نصف النهائي ضرب جزاء تيزي انت ما هدف الذهب اجمل بونتو سجلته في الكوباراب لعبناها في جده وقتها شاركت فيها النادي الافريقي ضد السويح الليبي جكرواير اللي فيها هذول سي خالد الحسني ما عرفش كان صدقني ربي مدرب تونسي ما عرفش شكون اما كانت مراد محجوب يمكن ما نعرفش اما كاليتي دو فراب من بعيد هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته محمد السليتي اللي بتاع الفينال اقوى جمهور في تونس جوكاريت استعملته ما عرفت صحيح وخذيت أكثر من هذا الجوكرات وفيت لا يلزمني باش نجم نسلكها نقول جمهور الملعب التونسي رغم الضعف نتاعو توا نجم نخرج مأزق اللي أنا فيه توا باش نقول جمهور الملعب التونسي باش ما تشحتش في الموقف باش نحصلك أنا توا بعد استاد شنو هي أقرب جمعية ليك في تونس جمعية اللي هزت تيتروات إي شنو
بون يهز تيتروات بون شنيا ما عنديش فضل بون كلهم جمعياتنا نظرا كي نبدا نخدم ما عنديش من مين لحد حتى استاد النساء مي كل واحد وجو في المدارس كسوا التراجي عندها جو كبير برشا واللي جروب لو كلوب زاد كيف كيف في التومبوك نتاعها وتبدا لي روزي تاميش تشوف قاعد تراوغ بيا تو بيبي عديها هكا ما تنجمش تحكي على زوز قمم زوز جمعيات ما تنجمش تفضل هذا على هذا 50 50 باهي حاجه فيك ما تعجبكش حنين برشا علاش ما تعجبكش باهي الحنين لا في توا هو ما عادش احسن لاعب في العالم من غير مجامل رونالدو احسن مدرب في العالم غوارديولا القدوه نتاعك سامر اللي كان في دورتموند داليبوك وقت اللي كنت صغير مغروم ياسر ماتياس سامر وانت جاي خمام تقول زعما شنو يسالني تقلقت برشا متقلق علاش خاطر ماكش مرتاح لي مش مرتاح ليه ممكن ما نعرف معناتها سلام اول مره ممكن مع بعضنا وخفت لان تكون معناتها كيما شفت قبيله الرياكسيون معناتها اللي صارت مني فهمت وقفت نتعمقوا اكثر الحمد لله سلكت قصيده لا لا حاولت نجنقل وانت عاونتي ميرسي واضح كانت هذه الكويز نمشيو لليكيب تيب ليكيب تيب في ليكيب تيب انيس تعطيني التشكيله التاريخيه نتاع البطوله التونسيه التاريخية أي. للبطولة التونسية أي. يعني أحسن تحدث من لعبة في تاريخ تونس في تاريخ تونس أي. لا إله إلا الله محمد رسول الله شكري الباهر حاتم الترابلسي أنيس العياري تعتبر روحك أفضل ظهير آسيا في تونس نحب نكون أنيني ولا مرة في حياتي نجم نقول على اليسار باهي من بعد نقول خالد بن يحيى وخالد بدرة نقول رياض بوعزيزي نقول رياض بوعزيزي شكون اخر معاه شكون اخر مع رياض ينجم يكون موجود نحط معاه نحط معاه دياس الصخيري اللي فرانشمون ملاعب تعتبر من احسن فما في تاريخ تونس في وسط الميدان ممتاز جدا ملاعبي منضبط وملاعبي ما عندي بيه حتى علاقه لكن خير من نفطي مثلا خير من غوميف رايي الشخصي انا نشوف نحب نعمل ميلونج ما بين ما نحبش نكون ماشي في اتجاه واحد باش ما نظلمش الجيريه السعوديه زاد عندها الحق خاطر فيها ملاعبيه زاد يلزمهم يدخلوا للتاريخ ومن بعد نجي نشوف نقول طارق ذياب كوم ريجيسور اسطوره مع نساء نشوف كومان اتاكون ليز اتاكون اللي تعدي ولا تون زي الجزيري نقول يستحق زياده مازال زوز واحد منا واحد منا مازال واحد منا واحد منا دي كلوار بون باش انا غلط في حاجه بين ال 78 وما قبل ما نذكرهمش برشا فهمت قعد نمشي بشويه ب 98 و 99 فهمت نشوف شو نقول لكل وار نقول عماد المهذبي العمدة على اليسار وعلى اليمين نقول محمد جديدي ما يسالش تيك صح انيس كانت هذه ليكيب تيب دونك عندي سؤال من هيثم الزرقي ما نعرفش تعرفه ولا لا نعرف تواصل مع الاسئله الاخرى يقول لك اقرب صديق ليك اقرب صديق لي انا مش لازم نسميه علاش؟ خاطر هو يعرف اللي برشا حاجات كيفاش نقول عليه صاحبي باش تولي برشا حساسيات واضح يعطيك الصحة نيس العيالي شرفتنا اليوم بحضورك معانا قلقنيك شوية ظهر لي لا با دي تو فرحان برشا اللي كنت معاكم وفرانشمون اكسبريميت بالكدا بالكدا وسيرتو إذا توصل تبكي في بلاتو عارف راهو كنت مرتاح برشا وكنت لازم معاك إن شاء الله الناس اللي كانوا معناتها يسمعوا فينا إن شاء الله ما قلقناهمش وكنا خفيف ظل عليهم يعطيك الصحة نيس وانا كما كنت نحكي لك قبل ما نسيتش نقولها في لونتين من اللي صغير مقلوم بنيس العيال كي كان يلعب نتفكروا حتى الماتش تاع اسبانيا لعبته ويدك مكسوره ظهر لي حاجات تدرس فيها ماهيش مزيه ماهيش مزيه ان شاء الله نكونوا اليوم نلقاوهم الملاعبيه هذوما ومحوجنا لهم في ليكيب ناسيونال يعطيك الصحة نيس بعد عايش. شويه يكون محضرنا جارديان نتاع الكلوب عاطف الدخيلي زون ميكست sitting here.